Rizki naš. Eke Oh,
som immenso, ozioso, o papir, o patocrator, e psoi sentini cum sciocchini men amin, Allahumma ga'alna mustahakin, hul bishok, ya abana, lazif, samuat. Amin, et fadalu strih. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نرحب بجميع أحبار الكنيسة الحاضرين معنا وبالآباء الكهنة والرهبان الحاضرين. واحد بيقول كيف سمح السيد المسيح لبطرس بحمل السيف الذي قطع به أذن عبد رئيس الكهنة. في الحقيقة قبل هذا اللقاء كان الفصح، والفصح بيذبحوا به خروف الفصح، هو الفصح وبعديه العشاء الرباني. ففي الفصح كان في عندهم آلات يذبحوا بها خروف الفصح ويقطعوا اللحم الموجود، لكن ما كانش سيف يعني من حملة السيوف يعني. والمسيح قال له من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. واحدة بتقول أنا عصبية وأقوم بضرب أولادي، فهل ضرب الأطفال الصغار خطيئة أم لا؟ بضرب الأطفال بتخسري محبتك، المحبة اللي من الأطفال ليك. الأولاد ما يحبوش الضرب، يحبوا المداداة. وإن في يوم من الأيام ضربت ضرب خفيف، لابد تصلح الطفل في نفس الوقت وتقبليه وتاخديه في حضنك لئلا توجد كراهية بين الطفل وبينك. أما كون إنك إنسانة عصبية لازم تصلح الحكاية دي في نفسك، مش أصول تبقى عصبية. واحد بيقول نشكر قداستكم ونتمنى أن يكون عندنا خدمات في قريتنا التابعة للأنبا فلان، نكلمه حاضر. بس يعني صاحب السؤال ده ما قالش إيه هي قريتهم. يعني افرض قابلت الأب الأسقف أقول له قرية الناس اللي بعتوا لي جواب، يقول لي قرية إيه؟ لازم يوضحوا الحاجات. دي من الناس اللي جايين من عند أغابي. واحد بيقول طلب صلاة، يعني أرجو من قداستكم أن تصلي من أجلي لأن قربت على 40 سنة، وأتمنى أن يرزقني الله بطفل بسيط 40، ما تسهرش. من مريدي قناة تي في واحد بيقول بخصوص الآية كنت جوعان فأطعمتموني، ممكن لو أدخلت البيت وأكلته يطلع حرام ويسرقني؟ وأنت يعني كنت جوعان أطعمتموني، يعني تدخله جوه بيتك تطعمه، اديله فلوس ياكل بيها أو اديله حاجة أكل في إيده. لكن الكتاب ما قالش تجيبه جوه بيتك، لا الحكاية بتاعتك دي مش تمام.
بيقول أما الجزء الخاص بكنت مسجونا فزرتموني، فممكن لو رحت زرت مسجون يقولوا ده شريكه في الجريمة. أنت بتحاول إنك تتخلص، مفيش حد هيقولك إنك أنت شريكه في الجريمة. يا ما بنبعت ناس للسجون يزوروا، محدش بيقول لهم كده. أنت بتحاول تتخلص من وصية ربنا. بيقولوا إزاي ننفذ الآية دي في الزمن ده؟ ربنا لا يطالبك بكل الحاجات الخارجة عن نطاق إرادتك، بيطالبك بالحاجات اللي في إمكانياتك وفي إرادتك. يعني مثلا الرهبان المتوحدين في الجبل دول إمتى هيشوفوا واحد جعان أو واحد مسجون أو واحد عريان؟ ما بيشوفوش. لكن إذا كان عندك النية، إذا كان عندك النية إنك تنفذ الوصية، وإذا جات لك ظروف إنك تنفذ، أبقى نفذ. ما قدرتش، ربنا لا يطالبك فوق طاقتك. دي زي القديس أغسطينوس قال إحنا مش في عصر استشهاد، والواحد كان يتمنى يبقى شهيد، لكن مفيش. قال ما دام الإنسان عنده نفسية الشهيد حتى لو ما استشهد شيء، يديله ربنا بركة الحكاية دي. واحد بيقول احنا على قد حالنا، ومع ذلك الإكليل عندنا بقى ب750 جنيه، وقداس الذكر ب100، والثانوي. أرجو من الآباء يعرفوا أن الصلاة مش بفلوس، وما يضغطوش على الناس بالفلوس وإلا يوقفوا حالهم. في ساعات ناس يقولوا في الأفراح يا ما بيصرفوا بالآلاف، فخليها الكنيسة تاخد لها شوية ميات في السكة. ما تضغطوش على الناس، مش كل واحد عنده إمكانية يدفع بالمية. واحد بيقول هل يمكن أن يكون الأب إشبين الطفل في حالة مرض الأم أو وفاتها؟ ممكن. وبعدين بيقول في آية تانية أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي له سلطان أن يلقي في جهنم. من هو المقصود؟ المقصود الله الذي له سلطان أن يلقي في جهنم. واحد من الآباء كان بيقول أخطأت إحدى القنوات مش قنواتنا احنا قنوات برا، من جهة اختلاف سلسلة الأنساب بين الإنجيل متى والإنجيل لوقا. هقول لكم الحكاية دي عشان تعرفوها. في سفر التثنية، سفر التثنية إصحاح 25، يقول إذا كان في أخوة مع بعض ومات واحد فيهم بدون نسل، مات واحد من الأخوة دول بدون نسل، فأخوه يأخذ امرأته وتصير له زوجة، والابن اللي يخرج منهما يكون على اسم أبوه المتوفى
لئلا يحذف اسمه من إسرائيل. فمن هنا كان الأخ الذي يتزوج امرأة أخيه الذي لم ينجب نسلا، يبقى لما الابن اللي يولده يكون على اسم أبيه المتوفى، ده اسمه الابن الشرعي غير الابن الجسدي. ففي ناس لهم أولاد بالجسد على طول، وناس ليهم أولاد بالطريقة الشرعية من أخ اتجوز مرات أخوه. ففي أحد الإنجيليين مسك الأنساب الجسدية، وواحد مسك الأنساب الشرعية. ما فيش خلاف، لكن في الآخر يكون واحد. واحد بيقول ما الفرق بين الغضب والتعصب؟ يقصد العصبية مش التعصب. العصبية يعني النرفزة، يعني النرفزة. الغضب من غير نرفزة ولسبب مقدس ليس خطية. وفي الكتاب المقدس جاءت أكثر من مرة إن الله غضب، ربنا بيغضب لكن ما فيش نرفز، لأن ملهوش نرفز يعني ملهوش أعصاب. فالغضب اللي من غير نرفزة ولأسباب روحية بحتة مش أسباب شخصية ما فيهوش خطأ، لكن العصبية عموما خطأ. مبعوت لي بعض كلمات عن مسألة الزواج الثاني، أولا من جهة الزواج الثاني المسيحية لا تحرم الزواج للمرة الثانية بطريقة مجملة، لا. يعني افرض واحد مراته توفت، لما يتجوز واحدة ما فيهاش غلط، اي زواج تاني لكن مش غلط. انما الكلام اللي احنا بنقول ان احنا ما نوافقش عليه، الزواج الثاني للمطلقين المخطئين، الزواج الثاني للمخطئين المطلقين. فالزوجة مات وعايزة تتجوز تتفضل، بس مش تموته عشان تتجوز غيره يعني. واحد من اللي بيكتبوا برضو في الجرايد بيقول إن التغير الزمني، تطور الزمن يوجب تغير في الأحكام بتاعة الشريعة. هو إحنا كل ما الزمن يتغير ندور على الشريعة جديدة؟ ده كلام مش تمام. الكلام اللي بيقوله ربنا يبقى على مدى العصور والأيام، لكن يقول تطور الزمن، ده تطور الزمن والتغيير ده في الأمور الاجتماعية في العلاقات مع الناس، لكن في الشريعة في الدين، الدين لا يتغير أبدا بتطور الأزمان. واحد تاني بيقول
المسيح لم يضع تشريعا ابدا. المسيح ما عملش تشريع، امال احنا ايه مبادئ ديننا اذا كان المسيح ما عملش تشريع؟ وبيقول التشريعات اللي قالها كانت في ظروف ومناسبات خاصة. طب ايه رأيك في العظة على الجبل دي؟ ليها ظروف وليها مناسبات خاصة. دي أولها بيقول: ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وقعد يكلم الناس. فين الظروف؟ مفيش ظروف. وفي العظة على الجبل في متى 5:32 بيقول: لا طلاق إلا لعلة الزنا. في العظة على الجبل، وده تشريع. وبعدين بعض من الناس دول يقولوا ايه؟ لا ننظر الى نص الشريعة وانما الى تفسيرها. لما يكون نص واضح احنا ملتزمين به، اما حاجة رمزية نشوف تفسيرها. لكن في نصوص واضحة، يعني لما يجي ربنا في الوصايا العشر يقول: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، نقول له نسيب النص ونشوف تفسيره؟ دي مش عايزة تفسير دي، إلا لو كل واحد عايز يفسر الشريعة على مزاجه. احنا من الناس المتمسكين بشريعتنا المحافظين عليها ولا نغير فيها على مدى الزمن أبدا. لا كفاية كده، كفاية 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 كفاية. ناس من الصحفيين ساعات يبالغوا ويقولوا في 50,000 مطلق، ومرة 150,000 مطلق. ازاي بقى الكلام ده؟ ويقول لك بيقفوا على باب المجلس الإكليريكي صفوف من 50,000، نوع من التشهير ومن الكذب الواضح. من جهة الزواج المدني، شوفوا الكتاب بيقول ايه. بيقول: ما جمعه الله لا يفرقه انسان. يعني الزواج بيجمعه ربنا، بيجمعه ربنا الاثنين، الزوج والزوجة، بيجمعهم في الكنيسة بطقوس دينية معينة. لكن الزواج بقى في الشهر العقاري، يبقى جمعه الله. طبعا في كلام كتير كتير من النوع ده، نأجله الوقت. ناس يتكلموا عن الشريعة والشهوة. يعني افرض واحد عنده شهوة، نطلع له شريعة مخصوص لنرضي شهوته؟ كلام ده عيب. ممكن يكون للإنسان من الشهوات الشيء المحلل تبع تعليم الكتاب، لكن نكسر الكتاب عشان نرضي الناس
ده بولس الرسول بيقول لو كنت أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. واحد للأسف من رجال الدين يقول عن منعنا للزواج الثاني المطلقين، يقول عنه تحريم ما أحله الله. أتحداه أمام الشعب المصري كله أن يجيب لي آية حللها الله. الكتاب المقدس بيننا ويقرأ ويفتش فيه ويدعبس ويدعبس ويدعبس، وإن لقى آية يبقى كتر خير. بتجيني طلبات كتير من محتاجين بمئات الآلاف، الغالبية يقول دخلت في مشروع ونصبوا عليا، دخلت في مشروع ومنجحتش فيه ومضيت على أوراق وإيصال أمانة ومهدد بالسجن، كلام كتير من هذا. مش صح ان انسان يدخل في عمل بزنس يعني ايا كان ويكون ما يفهمش فيه وما يتركش نفسه لناس نصابين، برضو مش صح ان الكنيسة تتحمل كل الاخطاء دي. ونصيحتي ليكم لا تكتبوا ابدا ايصال امانة على بياض، يضيعكم. الإيصال اللي على بياض ده ممكن يكتبوا فيه مئات الآلاف وتقول يا عيني مسكين طلبوا مني وإلا هتسجن. الله، طب ما أنت اللي غلطان لما تمضي على إيصالات أمانة على بياض. نقطة أخرى أنصحكم من أجل صالحكم، لا تضمنوا أحدا، تضمنوش حد، ولا الزوجة تضمن زوجها. ساعات الزوج يقول لها امضي لي على دي لأنها مراته، تمضي له وبعدين يغيب الزوج ويسافر تتمسك الست، لازم تدفع الفلوس وإلا تتسجن. تمضوش على بياض ولا تضمنوا حد. بقول لكم الكلام ده من نواحي عملية بشوفها كل أسبوع بلا استثناء، هنا وفي الإسكندرية وفي كل حتة. وبعدين واحد يقول استلفت من ناس غير مسيحيين وبيقولوا لي إما تغير دينك إما تدفع الفلوس، فالحقني أدفع الفلوس. طب وبتعمل كده ليه؟ ليه تحرج نفسك هذا الحرج؟ ربنا يساعد. أنا عايز أشيل الحاجات دي كلها وابتدي في المحاضرة. ولا التايه اسمه بولا وجدي عجيب
سنه 13 سنة بيلبس تيشيرت أصفر. هو فين؟ هنا ولا في حتة تانية؟ أهله بيدوروا عليه. قلت لكم كذا مرة خدوا بالكم من عيالكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حدث أن داود النبي تعب كثيرا جدا من شاول الملك، كان يحاول أن يقتله ويوصي عليه ناس يقتلوه ويطارده من برية إلى برية ومن مدينة إلى مدينة. وبعدين لما تعب داود من هذه المعاملة قال لشاول: الله يقضي بينني وبينك، الله يقضي بيني وبينك، لأنه كان يؤمن بقضاء الله. وأنا أريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن قضاء الله. الله قاضي، وقاضي عادل يحكم بالحق، لأن من أسمائه كلمة الحق، وهو أيضا يحكم بعدل، لأنه يعرف الخفيات والظاهرات، يعرف ما في قلب الإنسان وما في فكره وما في نياته، فلذلك لما بيحكم بيحكم بعدل. وهو يقضي حينما نطلب ويقضي دون أن نطلب. إزاي الكلام ده؟ في قصة قايين وهابيل، قايين قتل هابيل في خفية، ولكن الله واجهه بالجريمة التي يشعر إن لا أحد يعرفها، وقال له: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. لذلك ملعون أنت من الأرض التي قبلت دم أخيك من يدك، تائها وهاربا تكون في الأرض. قضاء من عند الله من أجل هابيل اللي كان مات وما بيشكوش، لكن قال له: لا، ده صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، دم القتيل بيصرخ إلى الله والله يقضي. يعقوب وعيسو، يعقوب كان هاربا من أخيه عيسو الذي قال: أقوم وأقتل يعقوب أخي. وفيما يعقوب خائف
ولا يعرف إلى أين يذهب، ونام ووضع رأسه على حجر، ظهر له الله في أعلى السلم السماء الذي بين السماء والأرض، وقال له: لا تخف، أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. يعقوب لم يشكو إلى الله، لكن الله عرف إيه اللي في قلبه وإيه اللي هو عايزه، فقال له: أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ده ربنا الذي يقضي بالعدل، واللي بيقول عنه داود في المزمور: الرب يحكم للمظلومين. يوسف الصديق باعه إخوته إلى الإسماعيليين، ودول باعوه إلى فوطيفار، ودخل مصر كعبد. ربنا ما كانش عاجبه الكلام ده. يوسف لغاية دلوقتي ما اتكلمش وما صرخش لربنا، وبعدين اتعملت له دسيسة في بيت فوطيفار، واتهموه بتهمة خاطئة ظالمة، مع انه كان بريء كل البراءة. واقتادوه الى السجن، وقضى فترة في السجن، ولكن الله كان ينظر وكان يحب أن يقضي في هذه المسألة، وقضى الله، وأصبح يوسف الصديق ثاني رجل في المملكة، وأتى إليه إخوته وسجدوا بين يديه وقالوا له: اغفر لعبيدك، لعبيدك. وغفر لهم وقال لهم: أنتم أردتم بي شرا والله أراد خيرا. ربنا بيقضي العدل حتى دون أن يطلب هذا منه. عندنا أيضا مثل موسى وفرعون والشعب. الشعب لم يصرخ إلى الله لينجيهم أبدا، وإنما بيقول الكتاب إن الله نظر إلى مذلة شعبه. شوفوا الكلام، الله هو اللي نظر فنزل واختار موسى وقال له يكلم فرعون، وفرعون أزاد الثقل على الشعب أكثر، والله يرى. كانت النتيجة 10 ضربات مخيفة، آخرها ضربة الأبكار اللي ضرب فيها من ابن فرعون الجالس على العرش إلى ابن الجارية التي على حجر الرحى. ثم بعد ذلك أغرقه الله في ماء البحر الأحمر. الله بيقضي، شايف إيه اللي بيحصل ويقضي قضاء عادلا.
موسى أيضا لما تزوج امرأة كوشية تقولت عليه أخته مريم وأخوه هارون، في عدد الصح 12، دون أن يشكو موسى ودون أن يطلب تدخل الله. ربنا ظهر وأكدهم وقال لهم أنتم مين اللي تتجرأوا على عبد موسى؟ أنتوا إن كان يعني أظهر لكم في رؤية ولا في فيلم، أما موسى فأكلمه فما لأذن وهو أمين على كل بيتي. وضرب مريم بالبرص لأنها تكلمت على موسى، وموسى تشفع من أجلها، ولكن ربنا تركها لكي تقضي أسبوعا خارج المحلة. الله قاضي وعادل حتى دون أن يطلب الناس منه. في قصة أخاب ونابوت اليزرعيلي، أخاب الملك أراد أن يأخذ حقل نابوت الإسرائيلي، فنابوت رفض، فرجع زعلان. زوجته إيزابيل كانت حنينة جدا، حنينة عليه في الشر، قالت له ولا يهمك، ندبر عليه خطية تجديف على الله ونجيب شهود زور ويتقتل شرعا وانت تورث الحقل بتاعه. وقد تم، دبروا حالتهم بكل دهاء بشري ونسوا شيئا واحدا، ان الله شايف وان الله هينتقم منه، ما فكروش في دي. وبعدين ربنا بعت لهم النبي يقول لهم، قال لأخاب، قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي هتلحس دمك أنت أيضا. وقال لزوجته إيزابيل إن الكلاب هتاكلك، وقد حدث لأن ذلك كان قضاء الله. الذي يأخذ حق نابوت اليزرعيلي مع أن نابوت كان قد مات ولم يطلب، لكن الله يطلب، يطلب دم هؤلاء. نقدر نقول برضو مسألة داود لما قام أبشالوم بالحرب ضده مع أنه ابنه ومستشار داود النبي الرجل الحكيم أخيتوفل انضم إلى أبشالوم، وبقى داود يصرخ يقول ابطل يا رب مشورة أخيتوفل، والرب استجاب وأبطل مشورة أخيتوفل وحزن ومضى وقتل نفسه، وأبشالوم نفسه ضاع في السك. ربنا مش ساكت، ربنا بيسمع وبيعمل، ومن غير ما حد يطلب منه ومفيش سماع بيرقب وبيشوف وهو ضابط للكل ويتصرف. لذلك قيل في الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي،
إن كنت بتظلم غيرك ربنا مش هيسيبك. أيضا قضاء الله يتدخل حينما تتأزم الأمور. تأزمت الأمور ما بين هامان ومردخاي، وأراد هامان أن يقتله وأعد له صليبا يصلب عليه، وإذا ربنا يتدخل. يتدخل إزاي؟ الملك الفارسي وهو قاعد يشوف أخبار الملوك لقى اسم مردخاي ده من الناس اللي خلصوه المؤامرة، فندى هامان وقال له الشخص اللي يكون عمل جميل في الملك والملك عايز يكافئه يعمل له ايه؟ هامان افتكر ان دي الحكاية عليه هو، فيقول له ده يركبوه على الدابة بتاعة الملك ويزفوه في البلد ويهيصوه ويعملوا له ويعملوا. قال طيب هات مردخاي واعمل له الحكاية دي. الراجل وقع فيه. وأخيرا مش هقول تفاصيل القصة، انتهت القصة بأن هامان حكم عليه الملك بالموت وصلبوه على الصليب اللي كان أعده لهامان، أعده لمردخاي. فالصليب الذي أعده هامان لمردخاي صلب عليه هامان نفسه. ليه؟ في إله في السماء يسمع ويقضي. اليهود تركوا ربنا وعبدوا الأصنام، فإذا بإله القاضي العادل يلقيهم في سبي بابل وأشور. وقضوا في السبي 70 سنة ثم رجعوا. أخيرا لما قاموا على السيد المسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقد كان ربنا قاضي عادل. المسيحية والوثنية والمسيحية والدولة الرومانية، يا ما قتلوا مسيحيين ويا ما عذبوهم، وربنا شايف. مش شايف وساكت، لا، شايف ومنتظر الوقت المسيحي، الوقت المناسب اللي يقضي فيه. وأخيرا عمل أعمال جبارة. قسطنطين الملك الروماني وهو داخل في حرب في رؤيا رأى صليبا وقيل له بهذا تغلب، فاعتنق المسيحية وغلب. وفي سنة 313 ميلادية أصدر مرسوم ميلان اللي منح به الحرية الدينية، وأخذ المسيحيون حريتهم وتخلصوا من الكل. وإذا بالدولة الرومانية بعد ما كانت وثنية تصبح دولة رومانية مسيحية. ياما ربنا كان بيعمل. في مرة من المرات بعد مجمع نيقيا، مجمع نيقيا كان 325، بعد مجمع نيقيا الإمبراطور حكم على بطريرك القسطنطينية إن لابد يقبل أريوس الشركة
والشعب قاعد يصلي طول الليل، الامبراطور بيأمرهم بحاجة ضد ضميرهم. وإذا بأريوس يدخل إلى مرحاض وتنسكب أمعاءه فيه، ومات أريوس في تلك الليلة، ونجى بطريرك القسطنطيني. ربنا مش خلق الكون وسابه، خلق الكون وبيحافظ عليه وبينظر ويشوف كل الأمور تمر إزاي، كيف يدبر هذا الكون بعدل، وكيف يقضي في هذا الكون بعدل. ما دام الله ساهرا ولا هروب من قضاء الله، إذن فليحترس كل واحد لنفسه، لأن لابد قضاء الله سيتم وإن كره الكارهون. اتفضل وصلي. محبة الله الآن ونعمة ابنه الذكير وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أمنوا بالسلام. سلام ربكم. المكتبة الصوتية لكنيسة بابا المعظم الأنبا الشيخ الثالث تعلن عن جميع محاضرات حضرتكم.